فالعاوز أقوله أحبائي بكل محبة إنه الكتاب المقدس مش عشوائي، بصير بتسلسل وبإحكام تام. والنتيجة أحبائي إنه أي معلومات بقدمها بقدمها بوضوح. ففكرة المسيا موجودة في العهد القديم، المسيا يعني المسيح، وكلمة المسيح هو الممسوح من الله. طبعا كانوا بيمسحوا الكهنة والملوك طبعا لما بيعطوا نوع من الفرز أو نوع من الإكرام، يعني بيتخصص إنه هذا وظيفة الكاهن يمسح. كان المسح طبعا بالزيت، سواء الملك أو الكاهن. والكتاب المقدس بيتكلم عن مسحه بزيت الابتهاج، عن مسحة إلهية. والنبي إشعياء بيتنبأ عن المسيح قائلا: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين. الممسوح من الله. والرب يسوع المسيح اقتبس هذه الآية أشعية 61 والآية الأولى في مجمع الناصرة في لوقا 4 آية 18، قال: روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، أرسلني لأشفي المنكسري القلوب. فإذا بتشوف هذه المواصفات في العهد القديم وفي العهد الجديد. فهذه المسحة هي مسحة إلهية،